زيارة السيد الرئيس إلى الصين زيارة مهمة في توقيت مهم. الصين بلد مهم، أكبر بلد يعني أو تاني أكبر اقتصاد في العالم. الصين بتعمل لها ألف حساب، مبادرات كثيرة جدا، وأيضا كلنا عارفين أنه الصين كان عندها من الوعي لما رأت أنه الكتل العالمية في التجارة مسيطر عليها أوروبا أو أمريكا، فبدأ يكون في شراكات كثيرة جدا في منطقة الشرق الأوسط وأيضا في أفريقيا وحتى في آسيا. الصين مهتمة جدا، أهم شيء عند الصين هو الإنتاج والعمل والشراكة والسلام، علشان كده هتلاقي بكين لها موقف واضح جدا من فلسطين، وأيضا الاهتمام بالدولة الفلسطينية وأن يكون في دولة فلسطينية. هنلاقي مبادرات كتيرة جدا العالم بيهتم بيه والصين بتهتم بيه، بريكسيت مثلا اللي منضمة ليها مصر كمان مع عدد من الدول، وفي الصين مهمة جدا. ومهم أن أنت تعرف أنه في شراكات كتيرة ومهمة عندك في مصر، أكتر من 1400 شركة موجودة في الصين، إنتاجات موجودة في مصر وبتعمل طبعا بدعم من الصين وأيضا استثمار كبير جدا. وجود السيد الرئيس في هذا التوقيت وجود مهم جدا، شفنا قد إيه الاستقبال كان حافل ومبهر، وأيضا السيد الرئيس له علاقات طيبة جدا بالصين. شفنا كمان مصر وقت الكورونا إزاي السيد الرئيس أمر بأنه يكون في طيارة تساعد الصين فيما أصابها من كورونا وأيضا الفيروس، وكانت الحقيقة لفتة طيبة جدا أشادت بها الصين بشكل كبير. شفنا أيضا كم مذكرات التفاهم اللي موجودة، حتى السياحة يعني بدأ عدد السياح الصينيين يتزايد على مصر، وأعتقد إن شاء الله في السنوات المقبلة يكون أكثر وأكثر. نتطلع أن يكون عندنا مع الصين شراكات مهمة أكيد، ويكون عندنا تعاون أكيد، وربما يكون كمان في تعاون خاص بالعملات المحلية، العملة الصينية والعملة المصرية، اللي هيوفر لك عدد كبير من الدولارات كلها. الاقتصاديون يتمنوا هذا بإذن الله. إذن نحن أمام إن شاء الله شراكات كثيرة متنوعة وتسعى ليها مصر والقيادة السياسية. تعالوا نبدأ النهاردة برسائل محددة ودقيقة وجهها خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني اللي عقد بالعاصمة بكين بمشاركة الرئيس الصيني طبعا وعدد من القادة العرب لبحث أزمة العلاقات العربية الصينية وأيضا سبل تعزيزها. الحقيقة أنه كلمة الرئيس السيسي تناولت عدة قضايا هامة جدا، من بينها الأمن المائي، وده شيء مهم جدا كقضية يعني وجودية لا يمكن التهاون فيها. نشاهد مع حضراتكم الآن كلمة ومقطع من حديث السيد الرئيس. وأود الإشارة في هذا السياق إلى أننا طلبنا الحكومة الآسيوية على مدار أكثر من 10 سنوات بالانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يؤمن للأجيال الحاضر والمستقبل بالدول الثلاث حقها في الحياة والتنمية، أخذا بعين الاعتبار أننا لن نسمح بكل من شأنه العبث بأمن واستقرار دولنا وشعوبنا. طبعا زي ما تابعته لم يغفل أبدا السيد الرئيس بالطبع دعوة الأطراف الفاعلة للمجتمع الدولي مرة أخرى للاطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لوقف الحرب الإسرائيلية العالمية على قطاع غزة. وطبعا كلنا بنتابع أنه ما فيش قمة بيكون موجود فيها السيد الرئيس أو ملتقى أو منتدى إلا وهو يؤكد أيضا على وقف نزيف الدم في غزة. نشاهد مقطع آخر من كلمة السيد الرئيس، تفضلوا. وأود أن ننوه في هذا الإطار إلى التقدير العربي الكبير للسياسات الصينية تجاه القضية الفلسطينية ودعم بكين المستمر للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ولحق الفلسطينيين المشروع في إقامة دولتهم المستقلة. إنني أدعو كافة أطراف المجتمع الدولي الفاعلة للاطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة، كما أطالب المجتمع الدولي بالعمل دون إبطاء على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة لوضع حد لحالة الحصار الإسرائيلية والتصدي لكل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم.
خلونا نتابع مع حضراتكم أيضا مزيد من التعليق على هذه الزيارة أيضا وما دار أيضا في هذه القمة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك سعادة السفير. يعني وجود السيد الرئيس في زيارة مهمة، زيارة رسمية، استقبال حافل، وأيضا تعاون وعلاقات اقتصادية مهمة، نحن أكيد بالحاجة لها، ولكن أيضا في نفس التوقيت نحن نعرف ما يدور في قطاع غزة وأهمية أيضا وجود الصين وكلمة الصين، وأنه يكون في أيضا كلمة وأيضا يكون في أيضا تنبيه للمجتمع الدولي والنظام الدولي لما يحدث في قطاع غزة. يعني كيف رأيت هذا حضرتك؟ يعني أتفق مع حضرتك تماما، توقيت الزيارة شديد الأهمية في وقت يشهد فيه الإقليم مأساة إنسانية تقع في قطاع غزة، وعدوان إسرائيلي غير مسبوق، وتواطؤ غربي حقيقة يستدعي من مصر ومن البلدان العربية التحرك في أطر استراتيجية لا أقول بديلة ولكنها مؤثرة على مسار الأوضاع في المنطقة، دون الاعتماد على هؤلاء من أثبتوا تواطؤهم وعدم التزامهم بقواعد القانون الدولي والمماهاة والتواطؤ مع جريمة في حق الإنسانية في قطاع غزة. كذلك السيد الرئيس يتصدر منذ أمس المشهد في المنتدى العربي الصيني العشرين، وهو منتدى تقدر فيه الصين علاقتها بمصر وبالبلدان العربية، حيث حققت هذه العلاقات مكانة ومرتبة رفيعة، لعبت فيها الصين دورا محوريا في النهوض بالتجارة والاستثمار وبقضايا تتعلق بالأمن ومكافحة الإرهاب، فكانت خير صديق لمصر وللأمة العربية، وباتت الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للبلدان العربية بحجم تجارة تصل لنحو 300 مليار دولار، وهي أيضا المنتدى منصة متميزة لدفع العلاقات العربية الصينية لأفق استراتيجي جديد. فمشاركة السيد الرئيس مع 4 رؤساء دول عربية يعكس مدى اهتمام الصين والرئيس شي جين بينغ بمكانة العلاقات المصرية والعلاقات العربية. وتذكرين سيادتك أن مصر كانت الدولة العربية والإفريقية الأولى التي اعترفت بالصين عام 55، وقادت مسيرة الدول النامية لدعم، صحيح، كانت أول دولة إفريقية كمان أعتقد مصر، بالفعل أستاذ الشفقي، وهي التي قادت المسار إلى دخول الصين للأمم المتحدة في سبعينات القرن الماضي. طيب اليوم ونحن نشهد هذا الارتباك والاضطراب الدولي في أوروبا والحرب الروسية الأوكرانية في عامها الثالث، والأوضاع في غزة كما وصفت جريمة في حق الإنسانية وجريمة إبادة جماعية تخلت فيها الولايات المتحدة والدول الغربية عن القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي، وباتت الولايات المتحدة حاجز لإفعال قواعد القانون الدولي وتفعيل دور المؤسسات الأممية على رأسها المنظمة المسؤولة أو المجلس المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدولي، فعطلته 5 مرات وربما تعطله لسادسة. وهي طبعا كما ذكر الرئيس شي جين بينغ اليوم في كلمته أنه لا يمكن إغفال العدالة في الشرق الأوسط، صحيح، طوال هذه المدة. أنا لا أعتقد أن المسار الحالي للعلاقات الدولية يجعلنا بعيدين عن الاعتقاد بأن زيارة من هذا النوع ومنتدى بهذا الحجم 300 مليار دولار حجم التجارة العربية الصينية الشريك الأول، صحيح، وهي أيضا شريك لمصر ودافع ومساند له خلال المرحلة الحالية، ونحن في حاجة لشريك دولي أيضا على المستوى الاستراتيجي. فهمت الدبلوماسية الصينية في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، وكان يعني خلافا مستفحلا، وأنا أعتقد أن الصين مؤهلة كما دعا الرئيس شي جين بينغ اليوم إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، صحيح، في الشرق الأوسط لإقامة حل الدولتين في مسار لا يعود بنا إلى الخلف بل يتقدم بنا
في ظل ضمانات دولية. نتمنى سعادة السفير أنه الدعوة لهذا مؤتمر السلام اللي بيدعو به أيضا الكل وكل العقلاء من النظام العالمي، نتمنى أنه هذا المؤتمر إذا تمت الدعوة ليه وإقامة المؤتمر يكون خير صوت وخير صوت لإسكات ما يحدث في قطاع غزة. تعالوا نروح لهذا الخبر. مصدر رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية لا صحة لما تناولته بعض وسائل الإعلام حول وجود اتفاق مصري إسرائيلي حول إعادة فتح معبر رفح البري. طبعا زي ما أنتم عارفين أنه دايما القاهرة الإخبارية تنقل صوت مصر وسريعا يعني تنقل ما يحدث. أيضا مصدر رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية يقول مصر تتمسك بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح كشرط لاستئناف العمل به، زي ما احنا عارفين ان مصر رافضة تماما ان تقبل الاحتلال الاسرائيلي الغاشم اللي وقع على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ومصر لن تعمل ولا تعمل مع الجانب الاسرائيلي طالما هو محتل للمعبر من الجانب الاسرائيلي. هذا ما جاءت به القاهرة الإخبارية نقلا عن مصدر رفيع المستوى، وحبينا ننقل لحضراتكم يعني يمكن التصريحات دي. القاهرة الإخبارية سريعا بتصدر هذا الكلام علشان ما يكونش فيه كلام ولا لغط أو حد، وعلشان كده دايما نقول نعود إلى المواقع المصرية، القاهرة الإخبارية إكسترا نيوز والمواقع الرئيسية المصرية علشان نستمد منها كل الأخبار الصحيحة، خاصة في هذا التوقيت مع انتشار أخبار ربما تكون مغلوطة وغير صحيحة. نكمل معكم التاسعة الليلة بعد فاصل قصير، أرجوكم عودوا إلينا. تفضل. تخيلوا حضراتكم منذ 7 أكتوبر ونحن في هذا الشأن وما يحدث في قطاع غزة. والحقيقة مع طول الشهور دي أنت بتتابع الشأن وما يحدث، يعني تتوقف كثيرا مع الأطفال وحديث الأطفال، حتى الأطفال كبروا من كتر المأساة. يعني كنت لسه بشوف كده حديث لطفلة صغيرة لا تتعدى مثلا 6 7 سنوات، طفلة عاملين حديث معاها فبتقول أنا ما كنتش عاملة كده، أنا كان شكلي أحسن وكان صحتي أحسن، أنا بس الاحتلال بهدلني. وطفلة صغيرة الكلام كبرها، وما يحدث في قطاع غزة خلاها بتشيل على عمرها عمر تاني، بتسمع اللي بيدور حواليها وبتشوف اللي بيدور حواليها. فالأطفال لم ما بقاش فيه طفولة، فيش براءة، والأطفال أني براءة وأني طفولة لما الطفل بيجري والقصف، الأطفال أول ناس بيموتوا يعني لما بيشوفوا ده قدام عينيهم. كمان هذا الاحتلال ساعات بحس انه متقصد، يعني انه في قصد من موت الاطفال، علشان هو عارف انه الطفل ده اللي اتربى واللي قاعد في الخيمه دي واللي قاعد بيدافع عن بلده ومع اهله، ده لما يكبر شويه بس 6 7 سنين ويدخل في مرحله الشباب، ده اول واحد هيشهر البندقيه في وش المحتل. فاكيد بيبقى عندهم هذا الرعب من اطفال غزه اليوم. ربنا يرحمنا من هذا الاحتلال. خلينا نكمل أخبارنا بشكل رسمي. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عنوانه المتواصل على قطاع غزة لليوم 237 طبعا زي ما أنتم عارفين، ويعني في عشرات الشهداء والإصابات ودمار واسع في سلسلة غارات وقصف مدفعي على مناطق متفرقة من غزة، وقصف الاحتلال بالمدفعية مناطق غرب المخيم. طبعا احنا بنتكلم على غرب المخيم، بنتكلم على ان هم القصف على المخيمات، على مخيم الجديد، شمال مخيم النصريات ووسط غزة. وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لضحايا الحرب إن يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 53 فلسطينيا وأصابت 357 آخرين، وكأن الأعداد يعني تتزايد بشكل غريب، إبادة حقيقية. دكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، مساء الخير دكتور أيمن. مساء الخير أختي الكريمة، تحياتي لك ولكل السادة والسادة المشاهدين ومتابعينك الكرام. تحية لحضرتك. الحقيقة يعني نحن نتحدث دائما والقلب موجوع طول الوقت لهذه الأرقام والتي لا تنتهي بل تتزايد، يعني كيف رأيت يعني مصاب اليوم؟ بالتأكيد الاحتلال الذي لا زال يمارس عمليات القتل والإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني، طبعا
لا ينفك يوم إلا ونود عشرات الشهداء من أبناء شعبنا الفلسطيني إلى مكان آمن في غزة. لا رفح التي صنفت بعض مناطقها آمنة كما كان في منطقة طبعا تل السلطان ومناطق البحر الذي أصبح الاحتلال يدخلها بشكل عميق. اليوم الاحتلال يعني تجاوز أكثر من نصف رفح تم احتلالها، تم طرد أكثر من 1,100,000 نازح من منطقة رفح باتجاه مناطق نزوح جديدة هي في مواصي خان يونس. طبعا تابعنا اليوم ما تم في جباليا وانتشال جثامين شهداء دفنوا تحت طبعا أنقاض جباليا، وكذلك ما حدث في النصيرات في منتصف قطاع غزة من عملية قصف لا زالت متواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. بالتأكيد اليوم نتحدث عن 8 شهور من هذه الحرب التي طبعا لا تتوقف ولا توجد بها هوادف. عملية القتل أمام مشهد عالمي بائس لا يستطيع أن يقف هذا الاحتلال. حتى محاولة من الجزائر تقديم ورقة ممثلة عن المجموعة العربية لإصدار قرار من مجلس الأمن لإيقاف الحرب على غزة، تتحدث الأمريكان أنها الورقة مخيبة للأمل وأنها لن يتم تمريرها. إذن هناك عمليات حرب وإبادة ضد شعبنا الفلسطيني بتأييد دولي للأسف الشديد ودون توقف لهذه الحرب المصورة. رأينا من يتحدثون عن الهولوكوست ينفذ الهولوكوست في رفح، رأينا جثامين طاهرة تخرج متفحمة من تحت أنقاض بعض الخيام النزوح، ولا زال الجرح غائر للأسف في قلوبنا جميعا، لأن ما نودع هم أحبتنا وأخواننا وأصدقائنا، ولا نستطيع أن نقدم ما يمنع هذه الحرب للأسف الشديد. والاحتلال لا زال في وقاحته وإصراره للأسف الشديد على هذه الحرب دون هوادة. وحتى ما يحدث من إرهاصات داخل النظام السياسي الرسمي الإسرائيلي لا يفضي إلى وقف هذه الحرب، حتى هم يختلفوا على آلية قتلنا ليس إلا. يعني سؤالي والصورة أمامي دكتور أيمن الحقيقة يعني صورة الأهالي وصورة المخيمات، يعني أين يحتمي الناس؟ يعني حتى أصل الإقامة في المخيمات هي إقامة في الهواء، يعني مجرد يعني المخيمات ما هي إلا عبارة عن قماش هنا أو هناك ويحتمون بالعراء، لكن يعني ما يحدث؟ يعني أين يذهب أهل غزة بعد هذا القصف، خصوصا بأن المستشفيات يعني حالها تعيس ولا يوجد الحقيقة أي يعني إسعافات أولية أو أي أشياء تساعد الناس؟ أين يحتمي الناس بعد هذا القصف يوميا؟ سؤال مهم جدا أستاذ. للأسف الشديد اليوم نتحدث عن مباني غزة التي أكثر من 70-80% هدم بشكل كلي والباقي جزئي، ولم يعد هذه الأماكن حتى من فكر أن يعود إلى منازل كانت في خان يونس أو في وسط غزة لا يجد إلا أطلال يحاول حولها أن ينشئ خيمة أو بعض القماش كما أشرت إليه تستر به ليس إلا، وهو يدرك أن هذه الأمور لا تفي للآدمية بشكل كامل. هناك حتى من بقى أو من لديه خيمة في درجة الحرارة تصل في الخيمة أضعاف درجة الحرارة في الخارج، وبالتالي تكون درجة الحرارة في بعض الخيام 70 درجة. لذلك عندما أول ما تبدأ الشمس بالغروب نجد حالة الاستكانة بشكل عام في هذه المناطق، لأن الكل ينتظر هذه اللحظة لتنكسر درجة حرارة الجو ويبدأ البعض ينام. لذلك حتى ما حدث في رفح واستهداف الأطفال والنساء صحيح. وحتى الآن لذلك جل من يستشهد من النساء والأطفال لأنهم ولا عندما تغرب الشمس يذهبون إلى النوم، فيبقى الرجال بعضهم يتسامرون أو يسهرون أو بعض يتبادل حتى يحمي أسرته إذا حدث هناك قصف أو الأخيرة. فلذلك يرتقي مجمل من يستشهد من النساء والأطفال. لا توجد يعني ما يحمي طبعا من حرارة الشمس، ولكن فقط يحاول قدر المستطاع بهذه الأقمشة التي تبقت أن يستر عورتهم، عسى أن يأتي فرجا قريبا. صحيح، يعني حتى القصف اللي موجود شمال مخيم النصيرات هي في وسط غزة مظبوط؟ بالضبط. فإذا يعني الضرب ما بين النصيرات وسط غزة وما بين غرب رفح، فهي المناطق قريبة جدا من بعضها البعض. بالضبط، هي قطاع غزة بمجمله هو مساحته طولا لا تتجاوز 40 كيلومتر، فالمنطقة الآن الذي يتحدث عنها الاحتلال منطقة آمنة، هي غير آمنة، المنطقة تنصرت من ضمن المناطق الآمنة. لم يعد هناك أي منطقة آمنة، إذا كان بالضبط. كان غرب رفح كانوا يعني يلقبوه بأنه منطقة آمنة ولم يعد منطقة آمنة، حتى وسط غزة النصيرات هو أيضا تم قصفه اليوم، الحقيقة لا نملك غير الدعاء. هل السؤال الأخير اللي أنا عايز أسأل حضرتك عليه، هناك أيضا مجلس الأمن مشروع يعني يتم الآن تحضير مشروع قرار بوقف إطلاق النار، كيف ترى هذا؟ هل سينجح هذه المرة مجلس الأمن؟
للأسف الشديد الجزائر تقدمت بورقة استبق كل هذا الأمر، الجلسة التي تستعقد الليل أو غدا بحد أقصى. البيت الأبيض الذي أعلن أن الورقة لا توجد بها توازن، وبالتالي واضح أن الأمريكان يهددون أو يلمحون لاستخدام الفيتو، وإن لم يستخدم الفيتو إن صدر قرار دون أن يكون تحت الفصل السابع فهو لن يكون ملزم الاحتلال كما حدث في قرار 27-80، هو القرار عمليا المشروع الفرنسي. وبالتالي نحن لا نتوقع أن يمرر هذا القرار، وحتى لو مرر فأنا أعتقد أنه لن ينفذ، وللأسف الشديد إن لم يمرر فهذا يخشب بشكل قطعي دون مواربة أن الأمريكان شركاء في عملية تجليح رفح، وما كل ما يقال هو ليس أكثر من تضليلة. أكيد. دكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية جامعة القدس، أشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل. الحقيقة أمريكا أو الولايات المتحدة يعني عجب العجاب، شيزوفرينيا غريبة جدا. يعني أنت ترى مثلا أنه بايدن وتصريحاته دائما بأنه لابد من أنه يكون في تهدئة ولابد من ضبط النفس وكلام يعني اللي هو على نفس هذه الوتيرة، ثم يأتي صوت الجامعات والشباب والشارع أحيانا فيطلع بايدن يقول من حق الناس تقول رأيها، فأنت ما بقيتش عارف أنتوا مع صوت الناس لما الناس بتقول الحق، ولا أنتوا مع صوت صوتكم وصوت المصالح، ولا مع أي حاجة. وبعدين يجي قرار مجلس الأمن فتلاقي أمريكا أول المصوتين ضد هذا القرار. الحقيقة نحن نعيش في هذه الشيزوفرينيا الغريبة منذ 7 أكتوبر. خليني أروح معاك وأقول واضح أنه الرأي العام في المجتمع كمان الغربي بدأ منذ فترة يشعر بحقيقة الجرائم اللي بيرتكبها قوات الاحتلال. يعني مهما حاولت قوات الاحتلال ان هي تبقى بتمد ايدها للعالم الغربي، تتذكرون مع بداية 7 اكتوبر كان في طابور بيسافر من اوروبا الى نتنياهو، من امريكا الى نتنياهو، وكان الطابور يعني الحقيقه ما كانش نتنياهو عارف يقابل مين ولا مين من كتر الدعم والمسانده. لكن يبدو مع طول الوقت ومع خروج الشعوب الى الشوارع، وايضا يعني ان الشعوب هي الان تفيق يعني او تحاول ان تقدم افاقه الى النظم الدوليه. ما حدث في فرنسا الحقيقه في الساعات الماضيه بيتكلم عن النائب اليساري الفرنسي، وطبعا النائب اليساري سيباستيان ده طلع في البرلمان الفرنسي ورفع علم فلسطين، وهو موجود في البرلمان الفرنسي تم إيقافه لمدة 15 يوم. أنا بالتالي إحنا عندنا صور هنشوفها ممكن، لكن طبعا زي ما أنتم عارفين ده وديح يعني مسؤولة عن الجلسة، ده التصفيق الحار جدا والمساند جدا لسيباستيان كنائب، وهنا الجميع كان بيتكلم عن غزة وعلى ما يحدث في غزة وما كانش موافقين، وهو فضل واقف رافع علم فلسطين والجميع كان يصفق معه، رغم أنه التحذيرات في الجلسة والمسؤولة عن إدارة الجلسة كانت بتقول له أن هي هتعمل له إيقاف وأن ده مش مفروض. لكن الحقيقة هنا ده دور النواب، النواب ما كانتش قادرة تسكت أمام ما يحدث. والحقيقة النائب يمكن طلع من هذه الجلسة ومشي في مظاهرات دعما للقضية الفلسطينية، ومشي في أكثر من مظاهرة مع يعني من يدعمون الدولة الفلسطينية بشكل كبير. لكن طبعا زي ما أنتم شايفين دي في صورة تانية، ده خروجه للشارع وانضمامه للمظاهرات، وطبعا زي ما احنا بنشاهد العلم الفلسطيني في كل مكان. الشارع الأوروبي أو الشعوب منضمة جدا إلى الموقف في قطاع غزة، وده عكس تماما ما يحدث في الأنظمة الأوروبية أو الأمريكية. دي الناس الطبيعية، دي الناس اللي هي حاسة بأنه في كارثة، في إنسانيات مش موجودة. هذا النائب يعني منذ خروجه بالعلم الفلسطيني في البرلمان الفرنسي وهو يجوب الشوارع مع كل من يساندون يعني ما يحدث في قطاع غزة ومن يساندون القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. الأعلام في كل مكان والجميع يشعر، ويبقى موقف الحقيقة يعني مجلس النواب هنا وهناك في الأنظمة الأوروبية مواقف غريبة ومضحكة.
بسبب الموقف ده هنلاقي مثلا نروح معاكم مانشستر، يعني جامعة من أهم الجامعات في بريطانيا، وطبعا أنتوا عارفين مانشستر هي أيضا في ولاية في مانشستر، محافظة مانشستر، ومجموعة من الطلاب ووقفات للتضامن مع الشعب الفلسطيني وقفوا ونزلوا العلم بطول الجامعة. يعني أتمنى يكون عندنا الصورة. فبتلاقي الطلاب بينزلوا العلم الفلسطيني بطول العلم، طويل جدا بطول الجامعة بالأدوار بتاعة الجامعة، وده تضامنا مع الشعب الفلسطيني. الحقيقة يمكن يكون النظام الأوروبي عنده يعني مشكلة، لأنه هو منفصل عن الشارع، الشارع مع الشعب الفلسطيني، مع الدولة الفلسطينية ومع الإنسانية. ومهما كان الإعلام الأوروبي بتضليله أو الإعلام الأمريكي بتضليله، وأيضا يعني مساندته ودعمه الدائم للاحتلال الإسرائيلي الغاشم، لكن الشعوب لم تعد تصدق هذا الكلام أبدا. أصبحت الشعوب تتصرف كما ترى، وتتصرف أيضا بإنسانية مع الشعب الفلسطيني ومع القضية الفلسطينية. الحق دايما بيكون صوته أعلى مهما طال الزمن. فاصل ونتواصل بحضرتك. حصد المسلسل المصري الحشاشين على جائزة أفضل مسلسل عربي من جوائز طبعا الدانا للدراما الخليجية، وده كان في مهرجان البحرين. الجائزة الحقيقة الشيخ خالد بن حمد الخليفة، وطبعا وهو من بطولة كريم عبد العزيز زي ما احنا عارفين، النجم اللي عمل دور حسن الصباح، والإخراج للمخرج بيتر ميمي. والحقيقة كانت اللجنة المنظمة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون أعلنت عن فتح باب التصويت للجمهور لاختيار المسلسلات الدرامية الخليجية المرشحة لجائزة الدانا للدراما. وطبعا الحقيقة يعني فوز الحشاشين كان فوز رائع، وأنا بشوف أنه متوقع، لأنه مش بس أن أنت عملت، أولا كان في جرأة أن أنت تتناول هذا الموضوع، خصوصا وأن الموضوع دراميا ممكن يكون يعني عمل إجهاد لفريق العمل وللمؤلف الأستاذ عبد الرحيم كمال علشان تعمل فيه دراما، لأنه أحيانا بيبقى فيه قصص من التاريخ، ولكن الدراما لازم تتغذى بمشاهد وأيضا بمواقف وبأشياء كثيرة جدا. في الحشاشين احنا شفنا حسن الصباح اللي هو قدر يعني يقتنس الأفكار ويقتبس جوه دماغه أفكار كلها تطرف الحقيقة، وكان متصور بأنه بيقيم عالم خاص بيه، وانه هو المخول انه يكون طول الوقت هو الصح وهو المنفذ للدين وهو الراعي لكل الافكار السليمه. لكن طبعا احنا شفنا من خلال الدراما قد ايه حسن الصباح ده كان عايش مع نفسه، وكميه السواد والتطرف اللي كان موجود فيه كان واضح جدا. يعني يمكن في البدايه كان يبدو شخصا الى حد ما طبيعيا، ولكن مع تطور الاحداث شفنا هذه الشخصيه ازاي التطرف كان موجود في شخصيته، وازاي هو مؤمن بأشياء الحقيقة كلها يعني خاصة بفكره الخاص. كان متصور أنه هو يقيم عالم خاص، وأنه أي حد بره يعني هذه الأفكار يعني يعتبر بالنسبة له كافر ووجوب قتله. هذا ما قدمه حسن الصباح، يعني حتى شفنا أن زوجته سابته أو هربت منه، وأنه قتل أولاده. في الحقيقة كم التطرف كان عالي جدا. الدراما قدرت تقدم ده علشان كمان تقول لك يعني الإرهاب بيجي منين. يعني إذا كان الإرهاب كان موجود منذ هذا القدم وموجود في أوقات قديمة جدا في التاريخ، ولكن يبدو بأنه هناك من يعتنق هذه الأفكار ويعتقد بأن هذه الأفكار هي صحيحة. النهاية كلنا شفناها. المسلسل يحسب بيه له طبعا أيضا الإنتاج المبهر، ولأنه مجهد إنتاجيا، لأنك بتضطر تروح أماكن يكون فيها الأحداث وتكون يعني شبيهة بالمواقع، أو هي
قرب المواقع. هم صوروا الحقيقة في دول كثيرة جدا، وشفنا بنفسنا القلعة، قلعة ألموت، وشفنا الأماكن التصوير، شفنا الاستعداد، شفنا إزاي في معارك حربية. كمان المسلسل قدر يبين لك، أنا مثلا كنت سعيدة بشخصية عمر الخيام، يعني زي ما في حسن الصباح بكل ما فيه من كره، كل ما فيه من تطرف، كان قدامك كمان عمر الخيام وهو الشاعر المؤمن بالسلام، والمؤمن بأنه لازم يكون في مجتمع فيه سلام وفي أمان. وحتى هو ما كانش بيحاول حتى يخون أصدقائه علشان يبني السلام بشكل كبير. فده كان ذكاء كمان، إنك تعرف أنه في نفس التوقيت زي ما فيه الشر فيه الخير، عمر ما بيبقى شر بس، لكن الخير دايما بيكون الحقيقة في النهاية هو المنتصر. دي مشاهد زي ما انتم شايفين من مسلسل الحشاشين، وأنا سعيدة لأن ده إنتاج المتحدة، إنتاج قوي جدا، وإنتاج الحقيقة كان مبهر في رمضان 2024، وكانت خريطة مبهرة، خصوصا هذا العمل اللي أخذ مجهود كبير جدا علشان يخرج بهذه الكفاءة فيستحق هذه الجائزة. فكل التقدير لشركة المتحدة على هذا الإنتاج، كل التقدير لفريق العمل وكل فريق العمل اللي قام بهذا العمل. طيب تعالوا نروح بقى إلى، يعني يبدو أن احنا هنعيش كتير مع الذكاء الاصطناعي طول الوقت، لأنه الذكاء الاصطناعي هو النقلة التكنولوجية الجديدة اللي موجودة واللي كل يوم بنتابعها وكل يوم بتتطور. أخيرا تم الإعلان عن قرب يعني إنتاج روبوتات بتشتغل بالذكاء الاصطناعي علشان هي بقى تقوم بالأعمال المنزلية. طبعا كل ستات البيوت يفرحوا جدا بالحكاية دي. طبعا ده موضوع مهم جدا، ربات البيوت هيكونوا مهتمين، خصوصا أن كل ست هيكون عندها مسؤوليات كتيرة من طبخ وغسيل وترتيب البيت وغيره. بس قبل ما نتكلم على روبوت اللي هيعمل ده، مواصفاته إيه، وهيدار إزاي، وهيتم تقديمه ازاي بشكل تجاري، تعالوا نعرف كده من السيدات رأيهم ايه في الموضوع، نشوف التقرير ده ونرجع نكمل احنا والذكاء الاصطناعي ونشوف هيودينا لفين. نشوف مع بعض. الذكاء الاصطناعي يعمل بدالي حاجة، يروق بدالي مثلا، يعمل لي الاسايمنت بتاعت الجامعة بس كده، يراعي ولادي واحفادي، دي اهم حاجه. الاوض بالذات تطبيق الهدوم، لان مش بعرف اطبق الهدوم خالص. ممكن يغسل مكان المواعين او ينشر مكان الغسيل. هيعمل كل حاجه مكاني في البيت، ترويق اللي هو مذاكره اخواتي وكده، وممكن بس هي دي الحاجات يعني مساعدة ماما عامة. انه يعني يروق اوضتي مكاني علشان الصراحة بكسر اروقها وهي بتبقى على طول مكركبة. يعمل شكلي في البيت عشان اعرف اخرج براحتي وكده. يعني إذا كان جات على كده فالكل عايزه يا إما يذاكر بالنيابة عنه، يا إما ينظف في البيت شوية، طبق الهدوم. بس أنا عجبتني إنه يهتم بولادي وأحفادي، تفضل الأم برضو أم، يعني عايزة إذا في حاجة جديدة خلوا بالكم من ولادي والأحفاد أكيد. يعني خليني أخذ رأي دكتور عصام الجوهري، أستاذ نظم المعلومات بالمعهد القومي للتخطيط. أستاذ عصام مساء الخير يا فندم. دكتور عصام مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اهلا بيكي واهلا بالساده المشاهدين. يعني قول لنا كده يا دكتور، يعني هنقدر نستفيد ازاي من الذكاء الاصطناعي؟ كل الناس طبعا نفسها انه يبقى في ايد تانية يعني بتساعدها في البيت من غير ما تعصي الاوامر. اتفضل يا فندم. طيب انا الجزء الاول من سؤال حضرتك كان هتفق معاكي فيه قوي، ازاي نستفيد من الذكاء الاصطناعي؟ ماشي؟ ايوه. نثبت السؤال ده على جنب وعلق بس على قيام الروبوتات او تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالاعمال المنزليه، وبعدين نرجع نجاوب على السؤال الاساسي. تمام يا دكتور. في روبوت ممكن اعمله، يقدر يمسح، يقدر يكنس، بيستخدم حاجه اسمها الرؤيه الخلايا الكمبيوتر. احنا اوريدي موبايلاتنا كلها فيها سيري وسيستنت على الموبايلات الاخرى، ممكن يساعدك في حاجات كتير تخص مثلا الاجهزه المنزليه الذكيه، جهاز الغسالات والكلام ده. ممكن يكون في نظام امان في استخدام الكاميرات اللي بتراقب البيت او الفلل او الكلام ده، ممكن يكون في تحكم ذكي صحيح بالمناخ، يعني يعمل لك تدفئه ذكيه، يعمل لك تبريد ذكي حسب درجه الحراره، ممكن يبقى في ترفيه، يعني هو عارف ان انت بتحبي افلام جوليا روبرتس فمثلا يخلي المنصات بتاعتك تنزل لك الافلام اللي تخصها، المسرحيات اللي انت بتحبيها، كل ده كلام ماشي. ممكن يكون في مراقبه للصحه العامه، يعرف الضغط، السكر،
الحركه بتاعت الناس. يعني ممكن يبقى جليس كل ده ممكن. الاجابه نعم، لكن ما مدى جوده الكلام ده؟ تمام، ده سؤال مهم لازم نجاوب عليه. طبعا. طيب، وايه هي المخاوف المرتبطه بالكلام ده على المستوى الكلي بقى للدول والمجتمعات، سواء في الخصوصيه والامان؟ مين قال ان الاجهزه اللي هدخلها دي تعمل لي الكلام ده ما تكونش بتراقبني؟ ممكن ما حدش يخترقها وياخد منها الصور اللي موجوده في الكاميرات اللي بيخليها تتحرك جوه البيت. صحيح. وتطلع. طيب، مين قال ان ده مش هيكون له اثر اجتماعي كمان على مثلا الاعتماديه على المراه في المنزل؟ مين قال ان مش هيكون له اثر اقتصادي سلبي على العماله والبطاله؟ صح. النهارده في مجتمعات بتعتمد على العامله في المنزل. طب انا النهارده الناس الاميين اللي كانوا بيعملوا في هذه المهن هيروحوا فين؟ فانا عندي بس ده يعني اللي هيجيب روبوتات زي دي يعني لازم هيكون دخله كبير جدا عشان يقدر يدخل ده. جميل. ده برضه نوع ثاني. يعني. ده نوع ثاني سلبي، الا وهو التكلفه الاقتصاديه وتكلفه التشغيل. انا ممكن اشتري روبوت ب $500 ب $1,000. طب لما يعطل مين هيصلحه لي وبكام؟ انا جايب مكنه قهوه ذكيه حضرتك سمارت بتستخدم بعض الحاجات في الذكاء الاصطناعي، باظت من هنا مش لاقيين حد يصلحها. ايوه. عايز بس اقول للمشاهدين يا جماعه، اللي يصلح لمجتمعات اخرى ممكن ما يكونش يصلح عندنا، ده رقم واحد. رقم اثنين، كلمه السر في انتشار الذكاء الاصطناعي الان في العالم، رغم ان هو علم قديم تطبيقاته حديثه، هي كلمه التنافسيه. التنافسيه دي حضرتك عندك شركه مكانس وانا عندي شركه مكانس، احنا الاثنين بنعمل 10 12 منتج وانت بتعمل 10 12 منتج، بنتنافس فيهم سعريا وفنيا. عايز اصحى الصبح اتفوق عليك، فبقى ان انا ادخل شرايح مدمجه جوه المكنسه عندي وكاميرات، اقول ان المكنسه بتتحرك وهي تقدر تمسح لوحدها او تقنص لوحدها من غير ان انت ما تمسكها، هنا انا عليت وبقى عندي ميزه تنافسيه عن شركه حضرتك. صحيح. فالعالم كله التنافسيه اللي فيه هي اللي خلت كل هذه شغالة. الشركات وخليني اقول لحضرتك احنا عندنا اجهزه التليفون بتاعتنا يعني سيري، لانه بنقعد نقول لها اطلبي فلان، لا علي الصوت، لا خشي على الجي بي اس، لا هاتي لي كذا، يعني ما برضو انت عندك ده بقى موجود في التليفونات، يعني ده شيء بقى مستخدم، فممكن يكون ده يعني شكل من الاشكال اللي هتبقى موجوده. وبالفعل المساعد الرقمي شكل من اشكال استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. بس انا عايز ارجع تاني للسؤال المهم، ازاي نستفيد منه اكتر؟ هل مصبوع. كل اللي احنا حكينا فيه من شويه حل مشكله في العالم؟ هل المكنسه الذكيه اللي هتكنس لوحدها الكلام ده حلت مشكله كانت هتساعد العالم في اي اهداف من اهداف التنميه المستدامه؟ لا. حضرتك لو استخدمت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مشروعات قوميه، في مشروعات تنميه مستدامه، عشان تقول لي والله القرى دي او المدن دي او الاماكن دي الخدمات اللي مطلوبه لها طبقا لاعداد السكان في العشر سنين اللي فاتت والاستيميشن لاعداد السكان في العشر سنين اللي جايين، فيبقى لازم يكون عندهم خدمات 1 2 3 4. صحيح. اعملها بجدول زمني ازاي؟ صحيح. هنا استخدام جيد للذكاء الاصطناعي. طب لما استخدمه في مجال الصحه عشان يعمل تحسين لقراءه الاشعه والتحاليل ويبقى مساعد رقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي للطبيب؟ أيوة. لا، هنا بقى عندي استخدام جيد للذكاء الاصطناعي. لما استخدم الذكاء الاصطناعي في ان انا اعرف توجهات المواطنين واحتياجاتهم، هنا استخدام جيد للذكاء الاصطناعي. صحيح. اما ان احنا نروح للتطبيقات المرتبطه بالرفاهيه لبعض الدول، لبعض المجتمعات، لاجزاء قليله كمان من جوه كل مجتمع، انا ارى ان ده استخدام غير مفيد للذكاء الاصطناعي. احنا مش هنهلل لاي تكنولوجيا والسلام، ما كانتش التكنولوجيا جايه عشان تخدم الانسان فعلا. صحيح. يعني يبقى ملهاش لازمه، ده وجهه نظر. هي مش بس تخدم، هي كمان تخدم وتنقل الانسان لمرحله افضل واحسن. اكيد يعني متفق مع حضرتك. من ضمن وحياته يعني. تبقى افضل، حياته تبقى افضل، اقتصادياته تبقى افضل، ومجتمعه يبقى افضل من غير ما يكون هو مخترق، يعني من غير ما يكون في كمان يعني اختراق ل زي ما حضرتك قلت خصوصيه الانسان وامنه وامانه، يعني ما بقاش انا جبت روبوت في البيت هو 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 مركز الرقابه عليا. انا جبت جواسيس عندي يا فندم، مجرد ان انا جبت كاميرات ذكيه عندي وجبت بالزبط. عندي حاجه تتحكم في المناخ وجبت حاجه تتحرك في البيت، مين اللي هينزل تحت، معلش سؤال صغير كده، مين اللي هينزل تحت الحوض بتاع المطبخ يتشيك على يفك الكوع والميه والحاجات دي؟ صحيح. احنا برضو بنقول اكيد هيعمل في الاخر مجموعه من المهام البسيطه، مش المعقده اللي بيقول بها الشباك المتخصص وهكذا. يعني اكيد هتظل يعني التكنولوجيا بتقدم لنا حاجات كتير، المهم ان احنا ازاي نستخدمها
لصالح الإنسانية، هو ده أهم شيء. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عصام الجهري، أستاذ نظم المعلومات بالمعهد القومي للتخطيط. طيب يعني عايزة برضو أروح معاكم لكشف الحقيقة، توقفت عنده كده وأنا بقرأ الخبر ده، لكن أنا الحقيقة عمري ما بستغرب حاجة أبدا عن القدماء المصريين، من كتر ما هذه الحضارة المبهرة اللي موجودة حتى اللحظة، وما زال العلماء والعالم كله بيكتشف كل يوم حاجة، إزاي قدروا يعملوا الحضارة، إزاي هي موجودة لحد اللحظة دي، إزاي قدروا ينقلوا كل اللي عملوه موجود على المعابد، بيخلينا زي ما احنا بنكتشف لكن ما بنستغربش إن هم ممكن يكون مر عليهم ده. الخبر ده بيقول إيه؟ كشف فريق من العلماء عن جمجمة مصرية استثنائية عمرها 4000 عام، وطبعا زي ما انتم شايفين في الصورة بتظهر علامات اللي موجودة عليها محاولات علاج السرطان، والعلماء بيقولوا ان العلامات الموجودة على الجمجمة زي ما انتم شايفينها ممكن تكون يعني مؤشرات على ان المصريين القدماء حاولوا اجراء عمليات جراحية على نمو الأنسجة الموجودة، وبتظهر طبعا الأدلة دي في النصوص القديمة عند المصريين القدماء، لأن هم طبعا كانوا ماهرين بشكل استثنائي في الطب، وكانوا بيعملوا حاجات كتير جدا. والحقيقة قريت كمان على الجمجمة دي، ويمكن حددوها لعمر يعني حد شاب أو كده ما بين 20 و30، ولقوا أنه الفحص الفريق اللي شافوه لجمجمتين بشريتين كان بيبلغ كل منهم آلاف السنين طبعا، لكن قالوا أنه المجموعة دي لقوا طبعا المجموعة دي موجودة من جامعة كامبريدج، وأظهرت المراقبة المجهرية وجود ورم في الجمجمة، وأنه العلماء اندهشوا جدا لما اكتشفوا علامات القطع، يعني الظاهر ان في ورم وشافوا علامات قطع حوالين الورم ده، وده طبعا اكيد مستخدمين فيه الات حاده، فده بيأكد ان هم كانوا بيعالجوا حاجه خاصه بالسرطان او بيعملوا تدخل جراحي لحاجه زي ده، فده اللي خلاهم يقولوا انه المصريين كانوا بيعالجوا السرطان. خلينا ناخد مزيد من التفاصيل المدققه اكثر مع دكتور اسلام محمد عزت، باحث دكتوراه بجامعه سيرجي باريس ومركز بحوث الاثار التاريخيه بفرنسا. دكتور اسلام مساء الخير يا فندم. مساء النور مدام شايفكي، زي حضرتك يا فندم. يعني اكد لي الاول، هل تصدق او تتوقع بانه ما ذكر بانه المصريين القدماء ربما يكونوا فعلا يعني عالجوا السرطان او حصل تدخل جراحي يعني في الوقت ده تحديدا في العصر بتاعهم؟ اولا مساء الخير على حضرتك، وطبعا هو بحث مهم جدا. خلينا نقول ان الدراسه البحثيه اللي صدرت مؤخرا في مجله Frontiers in Medicine للباحثه تاتيانا تونديني من جامعه توبنجن في المانيا، وبروفيسور ادجار كاموروس من هو باليوباثولوجيست او متخصص في علوم الامراض القديمه من جامعه سانتياغو دو كومبوستيلا في اسبانيا. الحقيقه الدراسه مهمه جدا لان هي بتتعرض لمجموعه من هي طبعا بتتناول جمجمتين، ولكن المجموعه اللي هم اشتغلوا عليها مجموعه في غايه الاهميه، وهي مجموعه دوكورث في جامعه كامبريدج. الحقيقه المجموعه دي بتضم 18000 قطعه بتمثل بقايا ادميه، سواء بقايا من الشعر، بقايا من العظام، بقايا من الهياكل المختلفه، حتى في اقنعه المومياوات ومومياوات، او لو في منها طبعا كتير مومياوات مصريه قديمه وغير مصريه كمان، خاصه من حضاره الانكا في بيرو. المجموعه دي يا فندم ليها خصوصيه كبيره جدا لان هي مجموعه شامله تقريبا، اتجمعت على مدار سنين طويله، وبيصدر عنها كل سنه يعني دوكيمنت في منتهى الاهميه، وهو الجايدنس فور كير اوف هيومن ريمينز ان ميوزيومز، ويعتبر ده هو صدر طبعا اول مره في 2005، ويعتبر هو الجايد الاساسي للحفاظ على البقايا الادميه في كل متاحف العالم دلوقتي. صحيح. البحث تحديدا اشتغل على جمجمتين زي ما حضرتك ذكرتي، الجمجمه الاولى اللي هي اي 270 والجمجمه الثانيه اللي هي رقم 236. الاولى بترجع للاسره 26، يعني احنا بنتكلم تقريبا في حوالي 664 قبل الميلاد
اواخر يعني ما بين الاسره 26 واواخر الاسره 30، هم يعني دي الفتره الزمنيه اللي هم محددينها. والجمجمه الثانيه كانت الحقيقه مثيره جدا، لان هي بترجع للرجل بيتراوح عمره من 30 ل 35 سنه، وبترجع لعصر الدوله القديمه. يعني احنا هنا بقى مش بنتكلم بقى في العصور المتاخره من مصر القديمه، لا ده عصر الدوله القديمه اللي هي بدايه الاسره الثالثه تقريبا 2345 قبل الميلاد، وصولا للاسره الخامسه. يعني هم طيب يبدو انه الاتصال حصل فيه قطع ما، لكن يعني يمكن كان بيحاول دكتور اسلام، هنحاول يكون معانا تاني، كان بيحاول يشرح ازاي البحث. بس عايزه اقول لكم شوفوا كم الدقه، يعني الحقيقه القدماء المصريين يعني طول الوقت كانوا دقيقين بشكل غريب. وانت حتى لما ترجع وتشوف علم التحنيط ازاي قدروا يعملوا يعني هذا العلم، وازاي قدروا ان هم يعني يبقى فيه هذا العلم وتفضل دايما الـ طيب خلينا يعني واضح انه بنحاول الاتصال اذا ما نجحناش فيه، لكن احنا بنحاول نقول لكم انه زي ما حضراتكم شايفين بانه يعني كميه العلم اللي بيخرج الان، يعني احيانا دلوقتي تسمع مثلا يقول لك احنا بنحاول ان احنا نعمل الدي ان اي بتاع مثلا التمثال ده، او طبعا الموميا دي، وشفنا طبعا المومياوات اللي جت وتم اكتشافها دي وبقت موجوده في متحف الحضاره، شفنا التعامل معاها عامل ازاي. فاذا مش بعيد ابدا انه يكون في فعلا اكتشاف بانه القدماء المصريين قدروا يوصلوا لهذه الجراحات الخاصه بالاورام وعلاج الاورام من خلال القطع زي ما كان بيحاول يشرح لنا دكتور اسلام. بشكرك شكرا جزيلا دكتور اسلام محمد عزت، باحث دكتوراه بجامعه سيرجي باريس ومركز بحوث الاثار التاريخيه بفرنسا. هيفضل العالم الفراعنه والقدماء المصريين نعيش طول الوقت واحنا بندرس وبنكتشف وبنتعلم منه حاجات كتير. هنروح لخبر يعني كنت اتمناه خبر رياضي، لكن هو مش خبر رياضي. خليني كده أقول لحضراتكم، قضت محكمة جنح مدينة نصر اليوم الخميس برئاسة المستشار محمد مبارك بمعاقبة لاعب الأهلي حسين الشحات بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات وتعويض مدني 100,000 جنيه وحرمانه من عضوية أي هيئة رياضية لمدة 5 سنوات. وطبعا ذلك في اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميدز المغربي. وطبعا زي ما عرفنا انه محمد الشيبي يعني هو اللي تعدى عليه طبعا الشحات، وده كان اثناء المباراه اللي جمعت الفريقين. طبعا يعني زي ما انتم عارفين الخبر ده الحقيقه يمكن يعني انا كنت اتمنى انه زي ما بقول لكم يبقى خبر رياضي، لكن طبعا المشادة اللي كانت موجودة، وبالتالي الـ يعني هنلاقي انه اللاعب المغربي قرر انه هو يرفع قضية، ودي نتيجة طبعا ما حدث ده، الحكم ده انه كده بقى في حكم، وبالتالي طبعا في غرامة بقت موجودة. يعني في الآخر انا ساعات بحس بانه كان ممكن نتفادى ده كله وتبقى الناس تمسك أعصابها والمباراة تعدي بخير، يعني لأنه الرياضة بتجمع الناس على حاجة حلوة، لكن لما بتخرج بره الإطار الرياضي بنشوف بقى هذه المشاكل. نتمنى أنه إن شاء الله ما تكونش الأخبار دي تبقى أخبار دايما استثنائية وما نشوفهاش كتير. فاصل ونتواصل مع حضراتكم ونكمل التاسعة الليلة، عودوا إلينا. مشاهد اللي شفناها دي لمسلسل دواعي السفر، عمل جديد على منصة واتشت، ومن ضمن سلسلة الأعمال الناجحة جدا اللي بتقدمها المنصة المصرية اللي أنا شخصيا سعيدة بيها جدا خصوصا في الفترة الأخيرة. مش مجرد مسلسل والسلام، مش مجرد حشو مشاهد جوه عمل ويلا في المنصة نحط مسلسلات والسلام. واتشت الحقيقة بتقدم فكر، خصوصا لما بنطلع كمان بره رمضان فبيبقى عندك فرصة التجربة، وده اللي بدأته واتشت من فترة، إنها تختار نوعية من المسلسلات تعبر عن هوية واتشت.
فانت لما بتشوفها بتشوف مسلسلات جديده، بتشوف افكار مختلفه، بتشوف اخراج مختلف، بتشوف فكره، وبتشوف ايضا الحداثه في الاجيال المصريه. وده اللي انا هقف عنده. لما تشوف توعي السفر تحس ان انت مرتاح، ما اعرفش ليه، تحس ان انت عارف الناس دي، وتحس ان المشاهد بسيطه، الممثل بسيط، الاداء الشارع اللي انا بمشي فيه كل يوم هو ده المطبخ بتاعي، هو ده الليفينج بتاعي، ودي اوضه نومي. يعني ما فيش الغربه اللي بتشوفها من بعض المسلسلات قوي، فده بتحرص عليه واتشت انها تقدمه ويبقى لها كمان تجربه فريده. لكن في الاساس لازم يكون الورق، مين اللي بيألف الأعمال دي؟ إحنا النهاردة مع مؤلف الحقيقة بينطبق عليه الكلام اللي أنا بقوله، دايماً عنده فكرة، دايماً عنده رؤية. الكاميرا بتاعته مش الكاميرا التقليدية، يعني مش منبهر قوي بالزاوية والنور، أكيد يعني منبهر بده، بس بيحسسك إنك موجود جوه المشاهد وكأنك أنت مش المشاهد، أنت عايش، أنت ده بيتك وده مطبخك وده الشارع بتاعك ودي الأحداث، حتى لبسك لبس الناس، فبتحس كده ان الدنيا بسيطه. مين المؤلف؟ محمد ناير، اللي مش بس مؤلف لكن هو مخرج في دواعي سفر، وعنده تجارب الحقيقه كتير ناجحه، سلسله من التجارب الناجحه، ودايما هتلاقيها مميزه. ليه اسمه الخاص في عالم الدراما اللي انا هقف عنده من غير انا متكلم كتير دلوقتي. خليني ارحب بمؤلف دواعي السفر محمد ناير. مساء الخير. مساء الخير يا مدام شركه، ازي حضرتك؟ منورنا. بنورك، ربنا يخليك. يعني اعمالك كتير مختلفه متميزه، لو 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 قلنا اللي قبل على طول دواعي سفر ريفو، واللي عمل برضو وقتها يعني عمل الحقيقه جدل وضجه، وكان ليه كده اعجاب خصوصا الشباب، يعني الشباب تفاعلوا معاه بشكل كبير، يمكن لانه شبههم زي ما بقول. انا ليه بقول، ليه بلاقي دايما عندك الحته دي؟ بلاقي ان انت قريب من الناس، قريب من الشارع، يعني الدنيا عندك مرتاحه شويه، او انت شايفنا شايف حياتنا ابسط من مسلسلات تانية مختلفه. اعتقد ان التوصيف التاني هو الأدق. أنا بشوف حياتنا أبسط من بقية المسلسلات الحقيقة. يعني ساعات بشعر إن إحنا بنقدم دراما معقدة ومستنسخة من حاجات أخرى، وإحنا في الحقيقة الأمور أبسط بكتير مما إحنا محتاجين نقدم دراما تنافسية بشكل يعني أكشن وسبنس. أنا قدمت الأنواع دي على فكرة، يعني مش بستثني نفسي يعني، ولكن بعد فتره كان عندك اكشن في مواطن كان إكس. عندي وعندي في القيصر، وعندي الف ليله وليله كان فيها حاجات كتير جدا طبعا. بس انا اللي اقصده ان يمكن الواحد لما بيكبر شويه جوه شغله وسنا بيبدا يشوف المجتمع اللي هو اللي عايش فيه، وبيحاول يعبر عنه بالمصداقيه اللي المجتمع محتاجها. يعني مش المصداقيه برضو اللي انا كمان من وجهه نظري، لا، انا ببص بعيون المشاهد اشوف واستنى اقول يا ترى هو هيشوف المشهد ده ازاي. يعني في دواعي السفر بالذات، لان حضرتك ذكرتي دلوقتي ده اول عمل اخراجي ليه، فكنت دايما بفكر يا ترى المشاهد هيشوف المشهد ده ازاي في البيت. هيتفرج عليه ازاي، هيحس بايه. فده كان برضو سرير البسيط واللحاف او الملايه، هي حاجات بتاعتنا بس في بيوتنا. احقاقا للحق، احقاقا للحق، احنا كان انا معايا كرو مذهل في العبقرية والفن. يعني بالنسبة للديكور باشمهندس أيمن إلهامي، الحقيقة يعني موضوع أبسط حاجة حضرتك ذكرتيها دلوقتي، الأوض أو حجرات المعيشة وحجرة النوم وإلى آخره، إزاي أيمن يعني الحقيقة أبهرنا جميعا، أنه البريف اللي كان مطلوب والحاجات كلها اتعملت بالظبط يعني كما هي. طب تعالى نبدأ من الورق عشان أوكي. نبدأ صح، عشان احنا قلنا للناس، عشان اللي عايز يتفرج النهاردة، على فكرة احنا النهاردة الخميس، فممكن جدا بعد لقائنا مع محمد ناير تبقى سهرة لطيفة جدا واتشت نبدأ دواعي سفر. اعتقد احنا في الحلقة دلوقتي خلاص عدينا حلقات كتير، ستة، فهيبقى عندكم الحقيقة تجربة حلوة قوي ان انتوا تتفرجوا. طيب انا عايزة هنا اسألك بداية الورق، ليه دواعي السفر؟ فكرة جات منين؟ مصطلح دواعي السفر هو ليه معنيين، المعنى الواضح ليه هو السفر اللي هو الترحال، والسفر الآخر هو الرحيل أو فلسفة الرحيل، أو مش عايز أقول الوفاة ولكن هي فلسفة الغياب. احنا بنسيب إيه قبل ما نمشي؟ فالحياة عبارة عن ترانزيت قصير بنقابل فيه بعض ونلتقي، وعلى أمل إن شاء الله بلقاء آخر.
فالترانزيت اللي انا اقصده هنا هو العلاقه او العلاقات اللي متجمعه دي اللي بتتقابل في نادي الوحده بالاحداث اللي بنشوفها. هم بيبداوا او احنا بنبدا نتعاطف ونفهم فكره ازاي بنأثر في حياه بعض وازاي بنسيب لبعض ذكرى حلوه قبل السفر. فهو دي كانت الفكره اللي كانت عاجباني. وازاي الانسانيه بتاعتنا قبل السفر بتبقى عاليه جدا. مظبوط. انت فكرتني وانا بشاهد المسلسل ده، يعني حسيت ان انا بقرا الكتب اللي هي سيلف هيلب بوكس دي اللي منتشره في العالم اللي بتحقق اعلى مبيعات، اللي هي كتب اللي خلينا نقول ان هي زي علم النفس اللي بتساعدك، زي كتاب سيكريت والاطلال وباور اوف ناو وغيرها، قوه اللحظه والمساعده. فانت بتطلع الحالات الانسانيه الجيده جدا جوانا اللي هي ما بتظهرش الا لما الواحد يسافر، ودي حقيقه يعني بانت جدا عندك في السيناريو. مظبوط. هو الفكره كلها انه يعني، بس انا هقول لحضرتك على حاجه للامانه، فلسفه العمل نفسها لا تبنى من اول لحظه. صح. يعني طبعا هو تراكم جلسات عديدة وتراكم شغل على السيناريو كتير، لكن هو بدأ منين تحديدا؟ بدأ من قصة القبطان إبراهيم الذي يسكن وحيدا وبنته بعيد عنه، وهو بيعمل مجموعة من الأكاذيب علشان بنته تقتنع أنه هو عايش سعيد وهو إلى آخره، مبسوط، والتليفون اللي ما بينهم. بالضبط. ما كانش عندنا القصة أنه علي عنده قصة الانتحار أو الاكتئاب، أو اللي اقترحها الحقيقة كان أمير. يعني أمير هو اللي كان قاعد معايا فبيقول لي أنت عارف تبقى أحلى لو هو بينتحر أو مقدم على الانتحار والقبطان في سنواته الأخيرة ولكن متمسك بالحياة. فاللي قاله أمير ده الحقيقة غير لي طريقة تفكيري تماما في المسلسل، وده اللي ودانا شوية للفلسفة اللي هي النوعية اللي هي مش عايز أقول نصح أو مباشرة شوية في الكلام، لأننا حاولنا نتفادى ده، انه يبقى المعلومات مستتره شويه. يعني زي جمله الوجع مسؤوليه الموجوع لوحده. الجمل دي بحاول بقدر الامكان انها تبقى مش مباشره، بس لاحظت ان ناس كتير حستها وعجبتها، فدي شويه بتبقى شبه الكتب زي ما حضرتك بتقولي، زي مثلا ذا ميث اوف نورمال، ذا باور اوف ناو، سراوندد باي ايديتس، كل الكتب دي. صحيح. طيب نشوف جزء برضو الناس تتابع معنا عشان نكمل حوارنا والناس تبقى حسنة. نشوف جزء من دواعي السفر ونشوف مع بعض. أنا في حاجة مش فاهمها. إيه؟ هو أنت ليه يعني ما كلمتش صحابك لحد دلوقتي بدل ما أنت قاعد بتوهم سلمى إنك مقضيها مع صحابك وكده؟ صحابي مين؟ صحابك محمود وصلاح ومازن. عشان ما فيش صحاب لا في محمود ولا في صلاح، دي كلها شخصيات انا اخترعتها في دماغي. طب ما اتكلم صحابك اللي هم بجد يعني كانوا معاك في الجامعه الشغل اي حاجه؟ اهو كل واحد راح في سكته، اللي مات واللي سافر واللي هجم البلد واللي حكاياته كلها غم ونكد. انا كده عايش في طولي، عايش يوم بيوم، عايز انكد على حد ولا حد ينكد عليا. طب ما سلمى ممكن تعرف. مش هتعرف. ممكن تيجي في اي وقت. مش هتيجي. انا بقالي 3 سنين منيح ما هتيجيش. بطمنها عليا طول الوقت، بقول لها ان انا كويس ومفيش داعي انها تيجيش. بعدين تيجي هنا تعمل ايه؟ تيجي هنا علشان تقعد جنبي وانا في اخر ايام؟ مش هينفع. انت مش حاسس ان دي انانيه شويه؟ انانيه؟ انت لو عندك ولاد ما كنتش هتقول كده. انانيه ان انا خايف على بنتي وبحميها وبحافظ عليها وعلى مستقبلها؟ ده انا في كل لحظه بتمنى ان انا احضنها حضني واحد بس. لكن عشان انا اناني زي انت ما بتقول بخنق الحضن ده جوايا. فقررت تقعد الناس مش موجوده بقى اصلا. مش احسن من ان انا اخنقها في حضني واسيبها وامشي؟ ايه الهم ده؟ تغمتني. يلا يلا نلحق الماتش بقى. عودة تاني للبساطة، يعني أنا لاحظت على مدى الحلقات مش بس هنا، حتى في ريفو، يعني يبدو أن هو اتجاه عندك كمان، انه بس هنا انا هكلمك بصفتك المؤلف والمخرج،
فبصفتك المؤلف والمخرج هنا أنا لاحظت كمان بساطة الممثل عندك شكلا وموضوعا، حتى كمان المشاهد الإضاءة بسيطة، يعني ما فيش الإبهار بتاع الصورة قد ما في إبهار اللي جوه البني أدمين أكتر، يعني ده كان مقصود عندك؟ ده كان مقصود طبعا، أو بالذات في دواعي السفر كان في اتجاه عام كده أن أنا يعني كنت عاوز أفضي العالم إلا من الشخصيات الرئيسية في الدراما علشان المشاهد يحس أنه هو مرتاح للي هو بيشوفه وعاوز ينتمي لهذا العالم، كانه عالم هادي جدا، عالم بعيد عن صخب الحياة، بعيد عن المشاكل، بعيد عن كل حاجة. أعتقد إحنا دلوقتي في أيام يعني بنشوف الأخبار وبنتابع حاجات مأساوية كتير جدا بتحصل، فكان دايما إحساسي الإنسانية بيحصل لها بالزبط. أو بوز أو بتتبلد حقيقي يعني بالظبط. فكانت اللحظة اللي كنت بصور فيها هذا العمل ما كنتش عاوز أي صخب خالص، يعني حتى وأنا بصور كنت قافل كل الـ يعني الساوند تراك كله كان بيتعمل وما كنتش بسمعه، وكنت بشتغل تماما من غير اي مزيكا في المكان، ولحد ما المسلسل خلص وبعدين بدات في الميكس احط الاستاذ رامي حسين طبعا مهندس صوت كنا اللي عمل الميكس، يعني كنا بنعمل المزيكا مثلا اللي في الخلفيه زي ما حضرتك بتسمعها دلوقتي. بس ساعتها ما كنتش بشتغل كانت الدنيا كلها هس بصريا وسمعيا يعني. فعايز يعني تخلص وبعدين تشوف ايه اللي ممكن طبعا تحدد نوع بقى شويه اضافات يعني بالظبط، ومفضي العالم كله بصريا لان انا عايز المشاهد هو بيتفرج يحس انه بينتمي لهذا العالم يحس بيه. طيب انا هرجع هنا لاختيار الممثلين وتحديدا امير عيد، يعني واضح انه يعني التعاون مع امير عيد في ريفو ونجاح كان ايضا هو السبب لدواعي السفر، ولا كايروكي ولا ايه الموضوع؟ لا والله خالص ما فكرش كده نهائي. علاقتي بامير احنا يمكن قريبين جدا من بعض، احنا اسره اصلا واصدقاء قوي. علاقتي بامير تعود دلوقتي ل 20 سنه. هو امير اللي ما كانش عايز يمثل يعني من الاخر، بس لما تشجع في ريفو بدانا نبتدي، يعني مش قصدي ان هو ما كانش عايز يمثل، بس هو وجهه نظره اذا صح التعبير يعني انه كل حاجه ليها وقتها. فلما حس ان ده وقت يقدر هو يعني يبقى جاهز ان هو ياخد او يخوض تجربه الدراما، فبدانا بريفو لانه عالم الموسيقى وريفو كان قريب شويه من امير طبعا، بغض النظر ان في اختلاف في الشخصيات بين شادي وامير، بس يعني طبعا بعض الناس بتشبههم ببعض بس ده مش حقيقي طبعا. واحنا بعد ما خلصنا ريفو الاولاني كان دواعي السفر اوريدي فكره موجوده يعني هو ما كان يعني مش بعد ما خلصنا ريفو كله عملنا دواعي السفر، لا بالعكس، هو دواعي السفر كان بيتكتب او بنفكر فيه قبل ريفو التاني ما يتصور، وانت بتعمل ريفو يعني كان بقى حاضر دواعي السفر. مظبوط. واحنا يعني واحنا بنصور ريفو بقيته جزء التاني منه كنا اوريدي عارفين موضوع دواعي السفر وعارفين احداثه وعارفين كل حاجه، وبنختار التوقيت الانسب ان احنا نعمله فيه. ولما تشجع الاخوه في واتشت بوجه لهم كل التحيه طبعا، قالوا يعني يلا نعمل هذا المشروع ونشتغله، فبدانا فعلا. والحقيقه هو امير مناسب جدا على الشخصيه، يعني انا يعني هنا هو كمان ايضا مناسب قوي في الاختيار. بس مع انه والله يعني سوري انا بقطع حضرتك، بس يعني مع انه والله ده الناس بقراها دايما بتكتب تقول ايوه امير مناسب، هو دايما يعني عنده اكتئاب. لا هو ما عندوش اكتئاب خالص. هو ما عندوش اكتئاب خالص. طيب انا هنا هرجع لواتشت، يعني اولا نجاح ريفو وبعدين دواعي السفر، هل انت حاسس انه المنصه منصفه بالنسبه لك اكتر من انك تبقى موجود في الموسم الرمضاني والصخب والمشاهده والناس يعني الاحتفال الرمضاني بالدراما؟ والله ده اختيارنا احنا على فكره. يعني واتشت بتقدم لنا كل المساعده والحقيقه يعني ما حدش بتاخر علينا في حاجه في اي شيء، يعني بالعكس ده اختيارنا احنا، يعني احنا اللي بنختار دايما العمل المناسب ونعرضه عليهم. وسوفر ما بيبقاش انت حاطط جنبه يا ريت ابقى في رمضان خالص. اللي هي الجمله دي لا يا ريت يا ريت ما بقاش في رمضان، وخساره ان انا مش في رمضان. دي مش موجوده الحمد لله ان انا مش في رمضان. مش خساره خالص، بالعكس. هحاول احرك على حاجه زي ما كنا بنتكلم قبل التصوير، عملت اعمال كتير جدا في رمضان وليه الشرف اني عملتها، بس الضغط انت نجحت في رمضان في كذا عمل والله يا فندم ده من ذوقك، بس أيوه. بس والله فعلا الضغط واسلوب صناعه العمل نفسه في رمضان ممكن ما يناسبنيش قوي. ممكن بس دلوقتي بقى في اعمال بتتعمل يعني وتاخد وقتها وبعدين تذاع في رمضان، يعني وارد. في اعمال كتير وارد يعني وارد. يعني ده في ايدك يعني وارد. انت وانا ما مش بستثني الامور وبقول انها مستحيله، ولكن اللي بقوله بس انه
طول ما انا مش متشجع مش متضايق يعني. هو ده اللي بحاول اقوله لحضرتك يعني. انا شخصيا مبسوطه على فكره يعني. دواعي السفر دلوقتي هو بيتذاع بره رمضان بالعكس، لانه كمان المنصه من حقها ان هي يكون عندها اعمال كتير طول السنه مفهوم، ويبقى في فرصه وفي اعمال كتير ثبتت انها نجحت بره رمضان، لان دايما العمل الجيد بيفرض نفسه مزبوط. زي ما بنقول. طيب انا هرجع تاني لدواعي السفر وفكره الانسانيات اللي جوانا. احنا بقينا الانسانيات بننساها يعني، يمكن في دواعي السفر الانسانيات هي العنوان الكبير في المسلسل اللي انت حريصت عليه. لان هو الموضوع زي ما حضرتك كنا بنتكلم برضو قبل ما نكون هنا، فكره ان في بعض الناس ارتبطت بالغربه، وبعض الناس ارتبطت بالوحده، وبعض الناس ارتبطت بحالة الأب والابن أو رحلة الصداقة اللي موجودة. فهو من الأول أنا عارف أنا بحكي نوعية دراما عاملة إزاي، فبحاول بقدر الإمكان أنها تكون واضحة وتلمس شريحة كبيرة جدا جدا من المشاهدين. صحيح. فبالتالي هيبقى نسبة أو فكر فلسفة الحياة موجودة، فده بطبيعة الحال ده شيء إنساني كبير يعني. أكيد. سؤالي اللي جاي اللي هسأله، ليه محمد نير مؤلفا ومخرج لدواعي السفر؟ يا ترى هو في دواعي السفر بينافس نفسه كمؤلف ولا بينافس المخرج في ريفو؟ ده اللي أنا هرجع وأسأله فيه بعد فاصل قصير. عودوا إلينا. ألو، مساء الخير يا فندم، بكلم حضرتك في وقت مناسب؟ أنا كنت بحاول أنتحر بس فالوقت مش مناسب، فممكن بعد إذنك يعني تسيبني إن أنا أموت وأنا مرتاح؟ هابي بيرثدي تو يو. أنت مين؟ أبطال إبراهيم جارك. إيه؟ مش فاكرني؟ الحقيقة أنا مش فاكر إن إحنا كنا جيران يعني. أنت كنت صغير يمكن مش فاكر، لما عزلته من عندنا. أنت أهلاوي ولا زملكاوي؟ دي كورة تضيعها. أنت بتعمل كده ليه؟ أنا أب، أنا مش كداب. أنا مقولش إنك كداب طبعاً، إيه لو أنت حاسس إنك كداب يعني؟ موضوع صحابك ده برضو جايين وكده ولا لأ؟ عيش، عيش يا عمي، عيش كل يوم وكأنه آخر يوم. مبسوط؟ خليني أقول لحضراتكم خبر جميل ومبهج. كرامة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مخرجي فيلم رفعت عيني للسماء. الفيلم طبعا تكرمت نادى رياض وأيمن الأمير، هما الاثنين اللي أخرجوا الفيلم، وذلك بعد حصول الفيلم على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته رقم 77 الأسبوع الماضي. وطبعا خلال التكريم أشار الأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى أن الشركة شركة المتحدة تضع دعم ورعاية للمبدعين في قمة أولوياتها، وده لدورهم الهام في صناعة الوعي والحفاظ على ريادة الدولة المصرية في كافة مجالات الفنون وخاصة الدراما والسينما. وبعد فوز رفعت عيني في السماء في مهرجان كان تكريما للفن المصري، وطبعا يعني اللي مثله ده بشكل مشرف للمخرجة ندى رياض والمخرج أيمن الأمير كسفراء من المبدعين في مصر، وكمان تم الاتفاق خلال اللقاء أيضا على البدء في التحضير لعمل فني يتم إنتاجه بالتعاون مع قطاع الوثائقيات بالشركة المتحدة قريبا. حضر اللقاء الأستاذ شريف سعيد رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي في الشركة المتحدة، وكمان زي ما أنتم عارفين فيلم رفعت عيني للسماء هو أول فيلم مصري يحصل على الجائزة ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي. والفيلم على فكرة من بطولة فريق مسرح بانوراما بالصعيد، وهو بيتكلم على فكرة على فرقة بنات مسرحية، وده الحقيقة الموضوع الحقيقة جذاب جدا. وطبعا الفريق هم ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا أو يوستينا سمير مؤسسة الفريق. يعني كل التحية والتقدير أيضا لهذا الفريق والفيلم رفعت عيني للسماء، وطبعا ده شيء جميل من المتحدة أن تكرم المبدعين دايما.
نرجع تاني بقى لضيفي، هو أيضا من المبدعين محمد ناير، في وهو مؤلف ومخرج لدواعي سفر. أهلا بيك تاني، وخليني أسألك السؤال ده، أول مرة أنت بتخرج، يعني إزاي حصل ده؟ يعني إيه اللي خلاك تتوجه للإخراج في الفيلم ده رغم أن أنت أصلا صيدلي؟ صحيح؟ فعايز أعرف الحكاية جت إزاي؟ يعني أول حاجة طبعا بنتوجه لأسرة الفيلم بالتحية، لأن هم الحقيقة يستاهلوا، ففيلم جميل، فكرته حلوة قوي جدا جدا، وهم الحقيقة يستحقوا التكريم، فبنوجه لهم التحية. عودة إلى القصة القصيرة السعيدة، لا أنا كان يعني وأنا بشتغل في الكلية، كنت بشتغل وأنا في الكلية، كنت مساعد، وكان لي شرف اشتغلت مع مخرجين كتير كمان في أعمالهم في البدايات في حياتي، يعني مع طارق العريان، مع ناس كتير، فهم اللي شجعوني الحقيقة الموضوع السيناريو. يعني الإخراج اللي خلى عندك الكتابة تطلع الأول؟ أنا طول عمري بيتقال عليا أن الكتابة طلعت الأول، وكان ممكن الإخراج يبقى الأول. بالظبط، أنا طول عمري يعني أستاذ مصطفى شعبان كان دايما يقول عليا مخرج كسلان. أوكي. يعني أنا المفروض أبقى مخرج بس بكتب الدراما. أيوة. أو بكتب سيناريوهات. فالحقيقة اتشجعت بقى، يعني وصلت لمرحلة كده أني حسيت أنه لا دلوقتي لازم أحكي بالكاميرا وأحكي بالصورة. بعد 20 سنة يمكن من الكتابة والتعامل مع عالم اللوكيشن وعالم التصوير وعالم ما بعد التصوير كمان في ده مؤمن. بيسهل ولا بيصعب؟ سهل يعني كتير. يعني أنت خلاص أنت عارف أنت كاتب طبعاً. إيه والعين رايحة فين، غير لما تقعد تنقل الرؤية بتاعتك لمخرج. طبعا هو المخرج أساسا لازم يكون يعني متمكن جدا من السيناريو. ده نمره واحد، ايا كان المخرج، حتى لو ممكن ما تكونش عنده ملكه كتابه السيناريو والحوار، ولكن لازم يجيد قراءه السيناريو والحوار. فانا بالنسبه لي كنت السنين دي كلها بحاول ابحث عن طريقه كتابه السيناريو والحوار، وما زلت يعني. مخرج محمد خان كان بيرمي كتير في الكتابه، مخرجين كتار طبعا. انا كان ليا شرف كتير. انا كان ليا شرف اني قابلت استاذ محمد خان الله يرحمه، وكان دايما بيكلمني عن ان يقول لي اسهل حاجه، كان دايما الله يرحمه انه اسهل حاجه التصوير، اصعب حاجه وما تزال. يعني انا دلوقتي وانا بشتغل حتى لو في عمل بكتبه هخرجه ان شاء الله، يعني اكتر حاجه بتقلقني كتابته، اخر حاجه بتقلقني تصويره. ايوه صح، هو التصوير، لانه التصوير هو تنفيذ للكتب. خلاص، الموضوع بسيط جدا، يعني احنا ما خدناش وقت الحمد لله في تصوير دواعي السفر. لو حطيت ريفو وحطيت دواعي السفر، انت هنا كمؤلف وانت هنا مخرج ومؤلف، كان ممكن تضيف حاجه تساعد ريفو رغم نجاحه الكبير، ولا شايف انه هو نجح بالتيم بتاعه؟ لا، هو الاستاذ يحيى اسماعيل الحقيقه كتر خيره، صداقتي بيحيى صداقه قويه جدا. ويحيى لما كان قبل ما نبدا تصوير كنا بنجتمع انا وهو مع بعض ونقفل على نفسنا كده، نقعد 3 4 ايام نتكلم عن كل حاجه. كل شيء ممكن، في بعض المشاهد مثلا في ريفو ممكن ما نبقاش عارفين لها اجابه، يعني انا ليا راي وهو ليه راي، فيقول لي خلينا للاخر لما نوصل لها يمكن نلاقي لها اجابه. والحقيقه ان احنا كنا دايما بنتفق على يعني على شكل واحد انا وهو تقريبا مع بعض في كل حاجه. وفي النهايه يحيى اضاف لريفو كتير جدا جدا بخبراته الحياتيه كمان، غير خبراته البصريه في الصوره. وانا كمان يعني كنت محتاج اشتغل مع يحيى قبل ما اخرج انا بنفسي، لان يحيى مخرج اعلانات كبيره جدا وهو عنده تكوين بصري رائع. فانا كنت بحب قوي اتفرج على يحيى وهو بيعمل، لان يحيى اساسا مهندس، ازاي بيعمل التكوين بتاعه، فكان بيعجبني قوي قوي اختياراته وذوقه. فالحقيقه كان يعني زي ما بيقولوا الايسنج اون ذا كيك كده، ان انا اشتغل مع مخرج فنان قوي قوي في تكوينه. وقبل ما اجي انا ابدا اخرج يبقى عندي صوره شموليه كده مع كل المخرجين اللي اشتغلت معاهم في حياتي، هم كبار قوي قوي، فيبقى عندي متعه الاختيار بين كل مخرج وطريقه تنفيذه. يعني بعد دواعي السفر محمد ناير مؤلف ومخرج، ولا ممكن يبقى مؤلف بس او مخرج بس؟ الاثنين، الاربعه، الثلاثه، مش عارف هم ما حسبتهم حسب ايه اللي ممكن يحصل. يعني طبعا ممكن اقرا ورق يعجبني جدا جدا ونص مكتوب حلو قوي فاقرر اخرجه. وممكن ببقى انا حاليا طبعا بكتب حاجه عايز اخرجها يعني ان شاء الله، وبكتب حاجات اخوه مخرجين اخرين اصدقاء بيخرجوها عادي. الانتاج في العالم اتغير، يعني كمان كثره المنصات خلت يبقى فيه يعني ايه درجات للانتاج، ايه وبي واحيانا سي. مظبوط. فيقول لك ده برودكشن بي،
صح. يعني ممكن نعمل عمل كده بس برودكشن قليل بس يكون ايقاعه يوصل للناس. كمان الحداثه بقت موجوده، البساطه يعني، حتى احنا برامجنا وشغلنا الاعلامي بقى فيه دلوقتي البودكاست اللي صح. هو بنروح تاني للبساطه الاكتر. فده بيخليك، هل اقدر اقول ان محمد داير بقى رايح في اتجاه بتاعه هو، بسطته هو في الدراما؟ والله بسمع كده بس مش قادر احدد ده، يعني مش قادر احدد اجابته، لانه بعض القصص او بعض الروايات اللي احب احكيها من وجهة نظري انها ستكون تكلفتها ممكن اكبر شوية من تكلفة مشروع زي دواعي السفر. بس دواعي السفر في الاول وفي الاخر تكلفته مناسبة لحدوته، يعني احنا برضو ما اقدرش احكم، لانه دواعي السفر الحدوته بتاعته كلها على بعض ما تحتملش اكتر من كده. بالعكس يعني بشكرهم جدا جدا في واتش، الحقيقه يعني كانوا ادونا كل ما هو متوفر وزياده. بس ممكن في يوم من الايام تكون الحدوته اكبر والقصه فتحتاج اكبر، فتحتاج انتاج اكبر بكتير، فتحتاج انتاج اكبر، لكن طبقا كل حاجه طبقا. مين المخرج الثنائي اللي عينه دايما كانت بتشدك، او الزوايا او الكادرات بتاعته او رؤيته بتشدك؟ الحقيقه انا ما كانش عندي الاجابه للسؤال ده لحد من قريب. اكتشفت ان انا عندي ولع بسينما المخرج الاستاذ القدير الله يرحمه حسام الدين مصطفى في الستينات. وانا ما خدتش بالي خالص. زي افلام ايه يعني بتقول كده؟ يعني اكيد شدد انتباهك افلام بعينه. يعني انا طول عمري بحب النضاره السوداء جدا طبعا، وبعتبر طبعًا ان طريقه اخراج استاذ حسام الدين مصطفى لهذا الفيلم هي الطريقه المثاليه. على فكره من الموضوعات اللي ممكن تتعمل تاني، انا دايما اتكلم عليها، حسن عبد القدوس ابدع بانه يحلل الزمن ده، واحنا محتاجين نضاره سوداء للزمن ده طبعا، فمن الحاجات الحلوه. لا هو استاذ احسان كمان كتر خيره كان غزير الروايات طبعا، وساب لنا مواضيع كتير جدا طبعًا. بسيطه ورقيقه نقدر نتكلم عنها يعني. بس رجوعا للاستاذ حسام، انا ما كنتش اعرف ده يعني، ما كنتش واخد بالي قوي. طول عمري مقتنع ان انا نظرا لولعي باستاذ محمد خان واستاذ وحيد حامد، انا كنت شايفه ان انت هتروح لمحمد خان لان عاطف الطيب السكه لا دي. يمكن استاذ خان اكتر من استاذ عاطف الله يرحمهم الاثنين طبعا، لكن انا كنت برضو زي حضرتك بتصور انه يعني لقاءاتي باستاذ محمد خان وكده وحبي وولعي للسينما بتاعته، وايضا استاذ وحيد حامد وطريقه كتابته طبعًا. يمكن كانت متاثر طبعًا. بيهم جدا، واستاذ بشير الديك كمان. لكن فوجئت الحقيقه ان انا مترسخ عندي من خيالي من وانا صغير سينما حسام الدين مصطفى وانا مش واخد بالي. يعني لقيت بتفرج على النضاره السوداء يمكن من فتره قريبه، حسيت ان انا عارف الطريقه دي. وبعدين لما بدات تبص على بقيه الاعمال اللي اتعملت بالذات في الستينات قبل ما الاستاذ حسام يكبر شويه يمكن يخش مرحله التسعينات، لقيت انه في يعني في تاثر يعني. المشاهد اللي عندك في دواعي السفر في الشارع كتيره وبرده انت يعني طبيعي في الشارع المصري، يعني مستخدم كل الحاجات اللي هي لو انا ماشيه في الشارع ايوه هو ده الشارع بتاعنا، هي دي بلدنا يعني. صح. ما حسيتش، بحاول زي ما قلت لحضرتك في الاول، ما بحاول بحسس المشاهد دايما ان هو مش في غربه. يعني ان هو شايف مصر، عشان كده بس هقول لحضرتك على حاجه، كفايه الغربه اللي جوه الاشخاص في العمل. طبعًا. اكيد وجوانا احنا كمان كبشر الحقيقه، هتلاقي انه اغلب طريقه التصوير هي العدسات واسعه جدا والدنيا واضحه جدا، وحتى لو انا جوه البيت بوريكي معالم البيت كله دايما. صحيح. حاول اريحك. أيوة. بحاول اللي بيتفرج يلاقي شارع واسع فيحس انه عايز يخرج. لا وبتختار حاجات بسيطه، الكرسي العادي. المكتب العادي الخشب، الحاجات اللي هي بسيطه يعني اي حد بيتفرج ممكن ده يبقى عنده. مظبوط. ونفسي يعني انا كنت بحب قوي حابب ساعة التصوير ان الناس وهي بتتفرج على الشارع وتشوفهم هم ماشيين في الشوارع تنزل يعني. صحيح. انا بتضايق جدا ان احنا ما بقيناش بنمشي. ايوه يعني صح. نمشي من الشارع ده للشارع ده. أيوة. مش صعبة زي ما هم كده بيمشوا يعني. الحديث معاك حلو لانه انا مؤمنه ان انت واخد اتجاه كده جميل، وانا سعيده جدا بالمسلسل. أنا هنكمل معاك ونعرف كل الخبايا اللي ناقصه والحاجات اللي احنا متابعينها. العمل القادم بدا يتكتب؟ بدا يتكتب. سكه مختلفه يعني، هو فيلم سينمائي. فان شاء الله يكون ليه جمهوره وليه ناسه، واتمنى ان شاء الله الناس تسعد بيه. يعني مش عايز اتكلم قوي عن تفاصيله، ولكنه في عالم مختلف تماما عن العالم المعتاد ليا، بل هو يمكن دراما شعبيه اكتر في عالم مختلف شويه. بنرجع بالزمن شويه صغيرين
يعني لأواخر الثمانينات أوائل التسعينات. ومش عايز احرق لك اكتر من كده ولا للساده المشاهدين. ما بعرف انا بقى تحت الهوا زي ما بيقولوا. ان شاء الله كل التوفيق. مبسوطه ان انت مبسوط من الاستوديو جدا جدا. انت مخرج ومؤلف ده استوديو اللي فيه كل الروائع اللي كانت طبعًا موجوده. طبعا طبعا. وانا عايز اقول حاجه الحقيقه، انا مش بس مبسوط ان انا في الاستوديو مع حضرتك ومع الاخوه، استوديو 10 حيث وكل طبعًا الاعمال الرائعه طبعًا. وغير كده انا مبسوط ان انا في بلدي، مبسوط ان انا يعني في تلفزيون بلدي، ومبسوط جدا جدا ان انا موجود مع حضرتك النهارده، لان فعلا ليا الشرف والله. احنا متشرفين، تلفزيون بلدك هو تلفزيون كل المصريين. اكيد. فانا بشكرك جدا محمد ناير، مؤلف ومخرج دواعي سفر، والى الامام ان شاء الله في اعمال احلى واحلى، وفي انتظار ان شاء الله الجديد دايما معاك. نورتنا في التاسعه واهلا بيك يا وبعدين تعالى نورنا في اي وقت. ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. العفو. وقتنا انتهى في التاسعه، لكن زي ما انتم متعودين التاسعه لا يتوقف. غدا ان شاء الله يوم الجمعه هتكون الزميله العزيزه هدير ابو زيد في انتظاركم. اما انا القاكم باذن الله الخميس الجاي. تصبحوا على الف خير.